أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخت أم فيصل. تفضل يا أختي أم فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الصوت بعيد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال. تفضلي. لنا قدرة على العمرة، نستطيع على أنه نعتمر، ولكن أخواني متكاسلين أنه يودون العمرة، هل نأثم؟ نعم، تقول لديهم قدرة على العمرة ولكن إخوتها يا شيخ متكاسلين. العمرة ليست واجبة، فإذا تيسرت مع محرم يذهب بالمرأة ويعتمر وإياها، هذا شيء طيب، وهو مأجور على ذلك، مأجور على العمرة، ومأجور على مصاحبته لأخته وإعانته لها على البر والتقوى، لكن لا يلزمهم ذلك لأن العمرة ليست واجبة. وأنتم على نياتكم، إذا كنتم تنوون العمرة ترغبون فيها ولكن تركتموها لأنكم لم تتمكنوا منها، ولو تمكنتم لفعلتموها، فإنه يكتب لكم أجر المعتمر إن شاء الله. نعم.